قضينا اليوم اتفاقية إطار بين مجمع حضرموت وفدرالية المغربين، وهذا لبعث وخلق ديناميكية جديدة في شعبة اللحوم الحمراء، وخلق إطار جديد بين المربين والمتعاملين التجاريين. وين راه مغبون يعني في الأغلى في الأعلاف اللي غادي تنحيه من المساحة الثلاثية هذه، غادي يتحرح غادي يتحرح وتعزه يعني في التربية تاعها وفي الاستقرار تاعها يعني بأسعار معقولة وكلش، مادام يعني في كل الأعلاف مضمون بأسعار معقولة والإنتاج تاعه مضمون للتسويق تاعه، هذا علاش حوس المول.